معلومة. سأدخل لك في الموضوع مباشرة كما اعتدت من الوضوح. تفضل خش. قصدتني الأختان أم سوكة ونوال. خير إن شاء الله. كل خير إن شاء الله. شوف يا معلم سلومة، شرعاً اليمين الذي رميته على الأخت نوال بالأمس يسمى بالطلاق المعلق. لماذا؟ لأنك علقته بدخولها البيت، وهذا اليمين لا يعد طلاقاً في الراجح من آراء الجمهور، ويمكنك التحلل منه بصيام 3 أيام. وبمجرد التحلل منه فالأخت نوال زوجتك، ويجوز لك مواقعتها إن شئت. يفتح الله يا مولانا، أنا خلاص شطبت. معناته إيه الكلام ده يا سلوم؟ مجاية الشيخ فوق دماغي من فوق، وشرف كبير ليا. بس يا مولانا زي ما علمتنا، الجواز قبول وإيجاب، وأنا لا قابلها ولا عاوز جوابها بصراحة كده. أنا ناوي أتجوز. دي حلوة قوي. دي أقل حاجة. بس حلوة قوي يا مروان. ما تغيري التركي اللي انت عمالك تتفرجي عليه طول اليوم ده وتحطي لنا حاجه تانيه. هقول لك ليه؟ ما انت جاهل. ما انت اصلك كنت بتعرفي تركي زيي، كان زمانك فاهمه ومستمتعه. هو ده تركي يعني؟ امال ايه؟ لو انت وانت بقى بتعرفي تركي؟ اه يا اختي بعرف. اوريكي؟ اه وريني. ماشي. صباح الخير مازمازيل، كيفك اليوم؟ والله مو كتير منيح عدنان بيك، امبارحة ما نمت بنوب. ما يهمك، ارتاحي اليوم وان شاء الله بتصيري احسن. انت بتحكي على ايه؟ على تركي التحفة اللي انت بتقوليه. اه يا اختي تحفة، وانت مش فاهمك، انت لسه بدري عليك ومش عرفت بالحاجات دي. قومي افتحي الباب. لا يا اختي انا بتفرج على المسلسل، قومي افتحي انت، يكون برنسس هلوكا بتاعك. قوم افتح عشان اخلص منك بس. حبيبي يا بنت بطلي المندبه اللي انت عاملاها دي، ادي الله وادي حكمته. وانت مصيبتك مصيبتين. بس خلينا في المصيبه القريبه دلوقتي، احنا عاوزين نشوف لك مكان علشان تبيتي فيه. ده انت حتى لو فكرتي تسافري لاهلك لازم تستني للصبح عشان تلاقي ركوبه تروحي لهم بيها. يا اختي ولو عرفوا اهلي انك انت اتطلقتي من سلومه، ولا ضربك ولا عمل فيكي وطردك من بيته، والله العظيم لا يموتوكي ويذبحوكي ويدفنوكي بالحياه وبعدين يضربوكي بالرصاص عشان يغسلوا عارهم منك. هو ده اخر صبري عليك يا سلومه؟ عاوز تجيب لي دره؟ على ايه يا حسره اللي اخذت القرعه تاخده من الشعور؟ يا اخت نوال بارك الله فيكي، شوفي يا اختاه، الشرع الحنيف اباح للرجل متى ما تيسر له الحال أن ينكح من النساء مثنى وثلاث ورباع بشرط العدل، وإيماننا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم يقتضي منا أن نؤمن بكل ما جاء به. وآيات التعدد وردت في القرآن في السورة المسماة باسم النساء. ولهذا يا أخت نوال واجب عليك
حين يبلغك المعلم سلومة برغبته في الزواج أن تمتثلي وتقولي سمعاً وطاعاً. يا شيخ ناصر انزل يا أخويا من على المنبر بتاعك ده وسيبك من خطبة الجمعة اللي عملت زيها علينا. البت كل الحكاية عايزة لها مكان مكنة يعني تحط جتتها فيها ها عشان ترتاح لحد ربنا ما يصبح علينا. ما أراه يا أم سوكة أن تقصر الأخت نوالة شر شيطانها وأن تصعد إلى بيت زوجها وتبيت فيه كما تفعل الحرائر. لا حرايق ولا مش حرايق يا عم الشيخ، أنا سلومة ده فردة شبشب وقلعتها من رجلي ومش هحطها فوق دماغي تاني. هي الرجالة خلصت ولا خلصت؟ وزي ما هو عاوز يتجوز عليا انا كمان هشوف حالي واوقع له يمين الطلاق بتاعه. هو انا واقعه ولا واقعه؟ ده انا نوال بردك. انت نوال بردك، واللي مش عاجبه يحط الصرمه في بقه. بس ايه رايك يا بنت؟ انت بنت طيبه وبنت حلال، انا عرفت لك المكنه اللي هتعودي فيها. انت مش متخيل يا بابي وحشتني قد ايه. انت يا روح بابي. خطوه عزيزه يا اساتذه. مين دي؟ الله يعز مقدارك يا بنتي، ربنا يخليك. احنا متشكرين قوي ومقدرين جد عندك يعني، وخصوصا وقوفك جنب بنتي هايدي. والنبي انا كنت عايز اهتم. ولا بقول لك ايه اللي بتقوله ده يا ابو طالب باشا؟ معقوله ده هايدي هانم دي اتشرف المنطقه كلها لما تقعد وسطينا؟ مين الهانم دي؟ الهوانم هي من مره جايه نجيب شويه هوانم. مين دي؟ سندس يا بابي. سندس. الشاي ده معمول بمية معدنية؟ مية ايه يا اخويا؟ مية معدنية. مية النيل. النيل اللي بيشرب مية النيل يرجع لمية النيل تاني. يا حبيبتي هايدي جبت لك الحاجات اللي انت طلبتيها. ميرسي، متشكرة قوي يا حبيبتي. بص يا هايدي يا حبيبتي يا بنتي، انا عايزك ما تخافيش ما تقلقيش تكوني مطمنة، لسه جايين من عند نادر. نادر ماشي في القضية زي الصاروخ. انت احترم نفسك يعني، قاعدة فسحة بيكنيك وسط عيلة جميلة أشكالهم غريبة وتنبسطي. أمارات حلوين هم كلهم ناس. أنت بتشاور ليه؟ ها؟ لا بقول يعني عنكم ناس كويسين. أنت متجوز؟ أنا لا، بس متكلمين عليا يعني. مين دي؟ دي سندس يا بابي، خانة كوريا. أهلا وسهلا. أنت بتروح الحجاز؟ بروح الحمد لله. انا عايز اروح الحجاز. حاضر يا ستي، ان شاء الله ربنا ينولها لك يا رب. عايز اجيب ميه زمزم لسعد. نجيب له ميه زمزم لسعد. حاضر حاضر. سعد بيحب البيض. ما تاخدش بالك ابو طالب باشا، اصل سندس اختي نفسها ومن عينها تطلع تروح الحجاز، ربنا يكتبها لها ويكتبها لنا. لا المهم تجيب بيض لسعد. بصوا بقى، انا هفتح مشروع هنا في بطن البقر. أنا هدخلك الجامع الليلة فقط يا أخت نوال، أنت لا تعلمين كم الحرج الذي تضعينني فيه والشبهات التي ألاقيها، ولكني لا أستطيع أن أمنع أما من إماء الله من بيت بيوت الله حين تحتاجه. أنت بقى تدبقي حالك كده وتعودي لحد ما نشوف هنعمل إيه، وبعدين تخشي تتوضي وتصلي لك ركعتين لله، وانت ساجده كده اهو اطلبي من ربنا وقولي له يا رب يا رب الولايه والغلابه، افرجها علينا يا رب، افتحها علينا يا رب، وهي ليله تعدي بالطول بقى ولا بالعرض على ما نشوف هيحصل فيك ايه. يلا. كتر خيرك يا مسوكه. كتر خيرك يا شيخ ناصر. لما اقصد نوال انا هقفل الباب من الخارج بالمفتاح وسافتحه في مواعيد الصلاه للنساء فقط، فجرا وظهرا. سامحيني يا اخت نوال، دي تعليمات وانا ملتزم بها. اقفله يا شيخ ناصر اقفله، ما الدنيا كلها ضاقت بيا، مش فارقه بقى يعني انا مسجونه فين. اقفل. يخرب عقلك ياض يا كنتاكي، ده انت بسبع ارواح يا. لا وايه، نزل الفرح ولا 17 راجل في بعض، ولا تقول لي اصابه ولا مستشفيات. نزل 17 راجل ورجع ذكر. بس ايه، برضك المزه قويه وشديده. كوريا فرتكت الليله عليه هو ونوال وسلومه. ديناميت يا مواطن ديناميت. ايه، المايه رجعت لمجاريها ولا مجاريها لسه طافحه؟ طافحه يا طاعون. يا عم ولا تسدت ولا بتاع، الحريم سهله ورجعتها قريبه، دوستين ثلاثه منك وهتليها سلكه. ما اقدرش اقول لك غير كل طريقه حبك ليا، ما اقدرش اقول لك غير عليا، ولا مؤاخذه هات لي هديه. ادينا بندوس يا عم طاعون. سيبك انت، انا عايزك في حاجه ألذ. احنا ما احتفلناش بيك من ساعه خروجك من المستشفى. انا عندي واد صاحبي شغال بودي جارد في كباري سبع نجوم، انما ايه، من بتوعي الحلاوه يا مواطن. قفل الليله دي واطلع البس الحته الزفره وانزل لي، هعيشك ليله ملوكي، ليله مع طاعون. يلا ياض انجز، انا قلت لك قبل كده طاعون ده مش مجرد اسم، ده اسلوب حياه. ماشي يا هايدي. حرام عليك اللي انت بتعمليه في نفسك ده. انت تيجي